السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت لكم الجزء الثاني تتمه ديال القندوره. كما شفتوا الجزء الاول خصصته فقط للطريقه ديال الحبيك اللي خدمته لكم بهذا الشكل هذا. صراحه الطريقه كتجي غزاله بزاف، كتجي بحال شي سفيفه كما كتشوفوا. وخليت لكم هذاك الجزء خاص غادي نخليه لكم في صندوق الوصف راه قبل من هذا الفيديو هذا، لان غندير لكم ان شاء الله بزاف دي موديل اللي غيكون الاساسي فيهم هذا الحبيك هذا. فخليت لكم يعني فيديو بوحديته باش اي موديل حطوت لكم غتلقاو نفس الخدمه. والناس اللي اول مره كتزور القناه بطبيعه الحال ترجع لهاد لا فيديو اللي كان قبل وتشوف طريقه ديال الحبيك. فدابا غادي ندوزو لتتمه العمل. اذا كنحتاج لهاد الخدمه جوج ديال الحرير القصبه، يعني كنخدم على جوج قصبات، 8 ديال الشعرات، وكنحتاج الكروشي النمره 7. غادي ناخذ الجوج ديال القصبات يعني كنجمعهم بهذا الشكل هذا، 8 ديال الشعرات. غادي ندير اللويا ديالي على الكروشي وغادي نبدا العمل ديالي. دائما انا كنبدا هنا من الجهه ديال الكتف كما كتشوفوا، تقدروا تبداو الزواقه من هنا لكن انا كيعجبني دائما نبدا الجهه ديال الكتف. غادي نجي هنا وغادي نبدا ندير غرزة البداية هذا الشكل هذا. هذا كنخليه من بعد غادي ندفنو. غادي ندير واحد سلسلة الولخيط على الكروشيه، نخلي واحد جوج نجي للثالث وكنجبد وكندير عمود على هذا الشكل هذا. كنجبدو عندي كندير واحد جوج ثلاثة ديال السلاسل وغادي نبدا نعمر في هاد الفراغات هادو. غادي ندير 5 ديال الأعمدة، ثاني ثالث رابع جبدان ديال الخيط والخامس، ما عدا 3 سلسلة. يعني هذا كتسمى بحال نقولوا 6 ديال الأعمدة، ولكن هنا كنديروا هاد 3 سلسلة وهنا كنعمروا 5 ديال الأعمدة. غادي نجي لهاد الغرزة الموالية وغادي ندير غرزة حشو. نجي من موراها عاوتاني ندير غرزة حشو ثانية، غرزة حشو ثالثة. غادي ندير 1 2 3 4 5 6، يعني 6 ديال السلاسل. غنقلب الخدمه. غادي نجي هنا الاول عمود ماشي ثلاثة سلسله، الاول عمود وغادي ندير غرزه حشو. غادي ندير 1 2 3. غادي نقلب الخدمه ندورها عندي وغادي نبدا نعمر هنايا. ندير اول عمود على هذا الشكل، غندير 1 2 3 سلسله، غنرجع هنا وغادي نحبك على هذا الشكل هذا. غادي نجي كذلك ندير هنايا العمود الثاني، ندير 1 2 3. غادي نرجع هنا لهذا المكان ما بينات الاعمده وغادي نحبك كذلك كما كتشوفوا. كذلك غادي نجي هنايا نعاود العمود الثالث، 1 جوج ثلاثة، غادي نرجع ما بيناتهم وغادي ندير حبكة. كذلك العمود الرابع واحد جوج ثلاثة، وغادي نرجع هنا ما بيناتهم وندير حبكة على هذا الشكل هذا. كذلك العمود الخامس واحد جوج ثلاثة، نرجع ما بيناتهم وندير حبكة على هذا الشكل هذا. هانتوما تشوفوا. غادي ندير اخر عمود السادس هو هذا وما غاديش ندير فيه هذيك الحبكة على هذا الشكل. غادي نخلي واحد جوج ونجي للثالث وندير غرزة حشو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نوريكم كيفاش كيجي الدرس، كيجي غزال بزاف كما كتشوفوا. دابا غادي نبدا
واحد اخر، ما غاديش نخلي الفراغات ما بيناتهم. صافي هنا كما شفتوا كنخليو جوج غرزات حشو وكنجيو للثالثه. دابا غادي ندير واحد سلسله الاول خيط على الكروشي، نخلي واحد جوج ونجي للثالث، يعني غنعاود نفس الطريقه هذا الشكل. هذا واحد جوج ثلاثه الاول خيط على الكروشي ونرجع هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال الأعمدة اللي كنديرو في هذا المكان، ما عدا هذا اللي كيكون ثلاثة سلسلة. غادي نجي للموالي هنا وغادي ندير غرزة حشو، يعني ما كنخليش ما بيناتهم الفراغ. غادي ندير هنا غرزة حشو ثانية، غرزة حشو ثالثة على هذا الشكل. هذا غادي نجي كذلك ندير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. غادي نقلب الخدمة ديالي وغادي نجي لهذا الأول عمود هنا كما كتشوفوا، وغادي ندير غرزة حشو، غندير واحد جوج ثلاثة، غنقلب الخدمة وغادي نبدا نعمر هنا الأعمدة نفس الطريقة اللي درت في الدرس الأول. بغيت نعاود معكم هذا باش تكون الخدمة مفهومة. ثلاثة ديال السلاسل وغادي نرجع هنا ونحبك على هذا الشكل، ودائما كنزير الخدمة ديالي باش كتجي هاد الدرس مزير. كذلك العمود الثاني، هي صراحة درس خفيف وزوين وسهل، ما كيديش معنا بزاف ديال الوقت. وكنجي ما بين الأعمدة كنجبد الخيط، من بعد ملي كنجبد كنزير، حتى كنجبد وكنزير باش تجينا الضرس واقف. كذلك العمود الثالث، واحد جوج ثلاثة، غادي نرجع هنا ما بين الأعمدة، غادي نجبد هنايا من بعد كنزير. هانتوما تشوفوا يعني كنزير هنا الخدمة. من بعد العمود الرابع، واحد جوج ثلاثة، نرجع هنا ما بيناتهم ونحبك وكنجبد كنزير. هانتوما تشوفوا يعني حتى كنحبك كنزير باش كتبقى الخدمة ديالي واقفة. ندير العمود الخامس هاد الشكل، هذا واحد جوج ثلاثة، غادي نرجع هنا وغادي نجبد وغادي نزير على هذا الشكل. دابا غادي ندير عمود سادس اللي غادي نديرو عمود عادي. هنا كما كتشوفوا كنخلي واحد جوج وكندير في الثالث، غادي نخلي واحد جوج ونجي للثالث وندير غرزة حشو على هذا الشكل. هذا هانتوما تشوفوا كيفاش كيجي، صراحة كيجي غزال بزاف. فأنا غنستمر بهذه الطريقة هذه، يعني بلا ما نطول عليكم الفيديو كتر، فوريت لكم هاد جوج ديال النماذج. يعني غادي نمشي الدورة كاملة بنفس الطريقة، يعني نفس الطريقة غادي نخدمها كامل، غادي ندور بها الدورة كاملة. هنايا في هاد هنا في هاد البلاصة في هاد الدورة هذه، هاد الدورة هذه غادي نشوف كيفاش غادي تجيني هنايا، وغادي نرجع معكم ونقول لكم شحال درت هنا ديال ليسباس. يعني نقدر غادي ندحس واحد شويه في هاد الدوره، دائما هنايا كندحسو واحد شويه، اذا غادي نوصل هنا ونرجع معكم. اذا جات لكم كما كتشوفوا بعد ما كملت هاد الجهه كامله هنايا كما كتشوفوا مشيت كامل، يعني هنا ما كنزيدو ما كننقصو، كنمشيو بنفس الطريقه اللي خدمت معكم في الاول. هنا في هاد الدوره هذه اللي دائما كنبغي نوضح لكم طريقه العمل فيها، لان هاد البلاصه كتجي دايره ضروري اننا هنا الا كنا كنخدمو كنديرو هنا الزياده، او الا كنا كنخدمو شي دريس خصنا نقربو. هنا كما كتشوفوا بعد ما كنكمل هاد الدرس هذا عوض ما كنخلي واحد جوج كنضرب في الثالث، فغادي نجي مباشره لهذا الاول غرزه حشو، غادي ندير فيها غرزه حشو، يعني ما غاديش نخلي ثلاثه. صافي وغادي نبدا الدرس عادي على هذا الشكل، هذا ندير واحد سلسله واحد جوج ونجي للثالث. يعني هذا غادي نخدمه عادي، ولكن هذا غادي يعني نكحز
ما نتسعش، يعني نضرب فما في هذيك البلاصه، يعني غير غرزه حشو واحده نضرب مباشره فيها، ما غاديش نخلي لي سباس. باش هنا دائما هنا في هاد الدورات كنديروا الزياده، يعني كندحسوا الخدمه باش ملي كنقلبوها على الثوب ما كتجيناش الخدمه مزيره. صافي هنا كنخدم خمسة ديال الاعمده على هذا الشكل. هذا غادي نجي لهنايا الغرزه المواليه غندير فيها غرزه حشو. هنايا كما كتشوفوا كنشدو كنشوفوا فين جات عندنا الدوره، ها نتوما الدوره هنا، دونك حتى هنايا هنا هاد الدوره هادي غادي ندير عوض ما كنت كندير ثلاثه غرز حشو غادي ندير غير جوج، يعني غرزه حشو الاولى والثانيه. دائما هنا كندحسوا الخدمه، من بعد غادي ندير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نقلب الخدمة ديالي ونجي هنا الأول عمود اللي هو هذا، عفوا ما كيبانش ليا مع التصوير، غرزة حشو كندير واحد جوج ثلاثة سلاسل، كنقلب الخدمة ديالي وكنبدا نكمل الدرس ديالي عادي. غير هو الاختلاف غير في ليسباس باش ما تجيناش الخدمة مزيرة. صافي وكنكمل الدرس عادي. اعمده كنديروا ثلاثه السلاسل وكنديروا الحبكه، العمود الثاني ثلاثه سلسله، كنديروا هاد الحبكه هذه، من بعد كذلك العمود الثالث واحد جوج ثلاثة، نرجع لهذا المكان وكندير حبكة كذلك. كنستمروا بهذه الطريقة لأن دائما هاد الأماكن اللي كتكون في الدورة ديال الخدمة إذا ما كناش درنا فاش كنخدموا الأسطر ديال الأعمدة فكنزيدوا في الأعمدة. دابا مادام هاد الحبكة هذا ما فيهش يعني الدورات بزاف، فكنحاولوا في الخدمه ديالنا دائما نقربوا الخدمه، دائما ندحسوا الخدمه ديالنا لهذا الشكل. هذا من بعد كندير واحد عمود كنكمل، يعني سته دائما السادس ما كنديرش فيه غير حبكه. غادي نجي هنا في هذه اللي يعني بحال دابا هنا بحال هنا، يعني غادي ندير في هذه اللي هنا وغادي ندير غرزه حشو، هانتوما على هذا الشكل. هذا هنا ندير غرزه حشو، علاش هاد الطريقه كنديروها هانتوما غادي تشوفوا، باش هنا ملي غتقلب الخدمه شتو يعني كتجي مقلوبه وما كتجيش يعني هنا مزيره، يعني هاد الدوره دائما كنخدموها بهاد الشكل هذا، شتو كيفاش كتجي، يعني ما كتجيش هنا. الا كنا درنا هاد لي سباس اللي كنخدموا به هنا غادي تجينا هنايا مجبده، يعني هنا كيجي الدرس ديالنا عادي. ها نتوما صافي دابا غادي نستمر بالطريقه العاديه، يعني كيف ما كنت خدمت معكم في الاول. غادي نمشي دابا غادي نخدم يعني الدرس ديالي كما كنت بديتو هنايا، يعني الاختلاف كيكون فقط هنايا. اذا غادي نمشي بهذه الطريقه غنكمل الدوره كامله ونرجع معكم. رجعت معكم كما كتشوفوا بعد ما كملت الدوره كامله، ها نتوما تشوفوا يعني خدمت معكم هاد الدوره هنايا ديال النصف طوق ومشيت كامل بنفس الطريقه، يعني هنا ما كنزيدو ما كننقصو. ها نتوما تشوفوا هنا حتى لهاد البلاصه ديال الكتف، واخا هنايا ضروري جاتني واحد شويه زايده، غير واحد شويه ماشي مشكل، لان ما نقدروش نحبسو الدرس في نفس يعني في الوسط. فكملت الدرس ديالي هنايا غادي ندير واحد سلسله يعني، وغادي نجبد على هذا الشكل. هذا صافي قطعت الخيط وغادي نجبده. دابا غادي ندوز نجيب ليبرا وغادي نثبت هذا الخيط، هذا يعني نثبته هنا ما يبانش، وكذلك هذا اللي كنت خليت هنايا غادي نثبته حتى هو ما يبقاش يبان. غادي ندوز الحديده باش ندوزو المرحله اللي غادي نلصقوا فيها الدرس ديالنا على الثوب. دابا غادي ندوز الحديده ونرجع معكم. اذا رجعت لكم بعد ما دوزت الحديده هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي الخدمه، صراحه كتجي غزاله بزاف. دابا غادي ندوز باش غادي نلصقوا الخدمه ديالنا على الثوب. كنجي هنا كناخذ واحد المخده
وغادي نجي هنا لهاد البلاصه، غنبداوه من هنا لان هذا ما فيهش هذوك يعني الزياده ديال الدورات ديال الاعمده، فغادي نبداوه من هنا. يعني راه عندنا الخدمه مسكده، انا الاغلبيه كنبدا من هاد الجهه، يعني من هاد الجهه ملي كيكون هذاك الدورات نتاع الاسطر الاعمده، فمن الاحسن نشدو من هنا باش ما يبقاش يهرب لينا الخدمه منا ولا منا، باش ما تجيناش عوجه. لكن هذا راه درس واحد غادي كامل. دابا غادي نجي هنايا هنا لهاد جهه الكتف، هنايا خديت الخيط اللي برمته على جوج ديال الشعرات، وغادي نجي هنا ونبدا نلصق الخدمه ديالي. دائما كنت كنوريكم كيفاش كنديرو، فما فيها باس نذكركم، وكذلك المبتدئات اللي دائما كيطلبوني على الخدمه من البدايه حتى النهايه باش بلا ما يرجعوا لشي فيديوهات اخرين. غادي نجي هنا لهاد الدريس هذا كما كتشوفوا، غادي نخلي واحد ونضرب واحد، يعني ماشي غنضربوا فيهم كاملين، حنا كندخلوا هكا الابره دائما نخليو واحد ونجيو للثاني. وملي كندوزو للحديده صافي يعني كتثبت اوتوماتيك هانتوما. اما هنا الظهر راه ديجا راه ما فيه من لصق، يعني هاد يعني هاد النوع ديال الحبيك ما كيحتاجش منا شي مجهود اللي هو كبير. وصراحه هاد الخدمه راه تقدروا ديروا هاد القندوره في يوم واحد، تقدروا تكملوها طبيعه الحال الواحد اللي مثالي. انا مع التصوير وداكشي راكو عارفين يعني ما غاديش نقدر نديرها في نهار واحد صافي. وكنمشي بهاد الطريقه هادي، كندير في درس ودرس كنخليه، وكنجي هنا ضروري هذا نضربو فيه باش كنثبتو الخدمه ديالنا مزيان على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. نتمنى يكون كل شيء واضح. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، يعني بلا ما غادي نزيد نطول عليكم الفيديو اكثر، غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الدرس ديالي كامل نثبتو على الثوب كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، يعني بلا ما نزيد معكم غادي ندور به كامل حتى نوصل هنايا، نكمل هنايا ونرجع معكم. اذا رجعت معكم كما كتشوفوا بعد ما كملت تبات ديال الخدمه ديالي على هذا الشكل هذا، هانتوما تشوفوا يعني ثبتت الدوره كامله، جيت حتى لهنا وقطعت الخيط. بالنسبه للناس اللي كيبغيو قنادر خفاف تقدروا تكتفيوا بهذا القدر، ديروا واحد الدوره لداخل ديال الاعمده وديروا العقيدات او ديروا اي ملاقيه بغيتوا، تقدروا ديروا هنا شي ملاقيه اللي تكون هكا عريضه، يعني كيبقى لكم الاختيار وكديروها قندوره خفيفه. لكن انا بالنسبه لهذه بما ان ديال الوالده غنديرها لها في العيد، فبغيت ندير لها شي تحسينات، وكذلك نشارك معكم طبيعة الحال موديلات مختلفة. ودائما كنقول لكم أي حاجة كنديرها لكم حصرية وأول مرة كنديرها كنديرها مباشرة معكم، فكنتمنى إن شاء الله نكون دائما كنفيدكم. فهنا وصلت النهاية ديال هذا الجزء، هذا الجزء الموالي إن شاء الله الجزء الثالث هو اللي غنشوفوا فيه تتمة ديال الخدمة، ونشوفوا الشكل النهائي ديال نصف طوق كيفاش غادي نزينوه طبيعة الحال بليزيستراس والكويتسات. فهنا غنخليكم ونقول لكم في رعاية الله إلى فيديو قادم إن شاء الله.